أحبتي في المسيح، أرحب فيكم أهلي وجماعتي وربعي. اليوم عندنا حلقات جديدة وفقرات متنوعة وشيقة، خلكم معنا. أحبتي في المسيح، يا مرحبا بكم في مقطع جديد وفقرة جديدة من فقرات أسئلة المسلمين الشائعة. اليوم حنتناول مع بعض إنجيل برنابا اللي يدعي المسلمين أن به نبوءة صريحة عن قدوم رسول الإسلام محمد. يجيني واحد مسلم ويقول مقولة تكاد تكون مكررة من الكثير من إخوتنا المسلمين، وهي أن عيسى قال في الإنجيل أنه سيأتي من بعده رسول اسمه محمد أو أحمد. فقلت له وين قال المسيح هذا؟ أنا قرأت الإنجيل أكثر من 11 مرة وما لقيت هذا الكلام، مع أني كنت أدور عليه أول مرة قرأت الإنجيل لأنه كده كانوا يدرسونا. فقال المسلم لا، هو مكتوب في إنجيل برنابا وهذا الإنجيل حذفته الكنيسة. فردت عليه وليش هو الوحيد اللي قال عن محمد؟ ليش هو اللي شذ عن بقية الإنجيل الأربعة؟ من شذ شذ بالنار، مش كده؟ طيب بعدين قلت له خليني أبحث معك شوي عن هذا الإنجيل وأرد لك جواب. وبعد عدة أيام تلاقينا ومعي جواب لهذا الأخ المسلم. قلت له هل تعلم متى كتب إنجيل برنابا الذي يستخدمه المسلمون ليقولوا لنا أن المسيح تنبأ عن قدوم محمد؟ ما يعرف طبعا. قلت له كتب في القرن 15 ميلادي، أي بعد الإسلام بحوالي 900 سنة، وأن كاتبه مسلم وبه أخطاء تاريخية كبيرة، وهذا حسب The Gospel of Barnabas أكسفورد لها مرجع وكريليون لوغوس فيرموكس مايكل 1977 إفانجيل دي برنابس الصفحة 88. وأن برنابا هذا واحد مرتد عن الإيمان المسيحي ومرتد عن المسيحية، وكتبه علشان يطعن بالمسيحية واليهودية والإسلام بدليل أنه ذكر أن المسيح هو محمد، بينما القرآن يقول أن المسيح هو عيسى ابن مريم، هذا بالإضافة للشهود التاريخيين. طيب نسمع من الشهود التاريخيين حسب الإسلام. الطبري قال أن هناك أربع أناجيل فقط، متى، لوقا، مرقس، يوحنا، حسب تاريخ الطبري المجلد الأول الصفحة 103. الطبري عاش إلى 923 ميلادي، أي بعد الإسلام بحوالي 300 سنة، ولم يذكر برنابا لا من قريب ولا من بعيد. طيب واحد تاني، حاضر، المسعودي 957 ميلادي تحدث عن أربع أناجيل فقط، متى، مرقس، لوقا، يوحنا، في كتابه مروج الذهب المجلد الأول الصفحة 312. إذن أين هو إنجيل برنابا كل هذه المدة 900 سنة؟ فلم يبقى للمسلم أي جواب أو حجة، ولكنه لم يقبل المسيح، لأن هذا الأمر يحتاج إلى شجاعة وجرأة وقوة إيمان، وهذه الأشياء ممكن ربنا يعطيها له ولكل مسلم صادق يبحث عن الحق من خلال الصلاة. فتعالوا نتشارك بهذه الصلاة. يا رب فتح عيون أخوتنا المسلمين عشان يعرفونك أنت هو الله اللي تحبهم
ومت وتجسدت ومت بدلا منهم بسبب الخطية علشان هم يعيشون ويسمعون هذا المقطع الآن. أشكرك يا رب لإتاحة هذه الفرصة لهذه النفس اللي تسمع الآن. هذا مش صدفة. بيتك يا رب بيت نظام. يا رب أنت بدأت مع هذه النفس وأنت تكمل للمنتهى، لأنك أنت الألف وأنت أيضا الياء، أنت البداية والنهاية أنت يا رب. كل نفس تسمع الآن تخلص بالمسيح يسوع. آمين. صار يوم ميلادي، يوم عرفت الفادي صار يوم ميلادي، به ابتدت حياتي. يوم عرفت الفادي به ابتدت حياتي. يوم عرفت الفادي، يوم عرفت الفادي صار يوم ميلادي، يوم عرفت الفادي صار يوم ميلادي، به ابتدت حياتي. يوم عرفت الفادي ابتدت حياتي. يوم عرفت الفادي من عرفت ابن الإنسان ولت عني الأحزان، من عرفت ابن الإنسان ولت عني الأحزان، صار السعد معادي. يوم عرفت الفادي صار السعد معادي. يوم عرفت الفادي، يوم عرفت الفادي صار يوم ميلادي. يوم عرفت الفادي صار يوم ميلادي، به ابتدت حياتي. يوم عرفت الفادي به ابتدت حياتي. يوم عرفت الفادي ربي رئيس السلام، ومحى كل الظلام ربي رئيس السلام، عايش فرح معادي. يوم عرفت الفادي أنا عايش فرح معادي. يوم عرفت الفادي، يوم عرفت الفادي صار يوم ميلادي. يوم عرفت الفادي صار يوم ميلادي، بها ابتدت حياتي. يوم عرفت الفادي ابتدت حياتي. يوم عرفت الفادي وقلبي صار طريق الحر أشرق بها شمس البر، قلبي صار طليق الحر أشرق بها شمس البر، نبضه يغني ينادي. يوم عرفت الفادي نبضه يغني ينادي. يوم عرفت الفادي، يوم عرفت الفادي صار يوم ميلادي. يوم عرفت الفادي صار يوم ميلادي، وبيها ابتدت حياتي. يوم عرفت الفادي صار السعد معادي. يوم عرفت الفادي عايش فرح معادي. يوم عرفت الفادي نبضه يغني وينادي. يوم عرفت الفادي. Thank you.
في الحلقة السابقة تكلمنا عن نظرة الإسلام لبشارة السيد المسيح، وبينا أن السيد المسيح جاء ليخلص العالم ويهب لهم حياة أبدية، مش شاهد على نبوة أحد. أما في حلقة اليوم فبنتكلم عن تشبيه ومقارنة السيد المسيح بآدم. فالآية تقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن معجزة خلق السيد المسيح تشبه عند الله تماما معجزة خلقه لآدم. وطبعا هذا تشبيه فقير وناقص جدا وغير كامل، وراح أبين لكم ليش. لكن خلوني أول أسأل، هل كانت معجزة السيد المسيح مختصرة أو مقتصرة فقط على ولادته بدون أب؟ هل هذا هو الشيء الوحيد اللي تميز به السيد المسيح عن غيره؟ وإذا كان القرآن تكلم هنا عن التشبيه في طريقة الخلق بين السيد المسيح وآدم، فكيف مع باقي معجزات السيد المسيح مثل حياته وقداسته وقوته وتعاليمه؟ هل كان آدم يشبه للسيد المسيح فيهم؟ طيب، فيه أحد في الكون كله سوى آدم أو غير آدم يشبه المسيح فيهم؟ هل كان فيه أحد يحيي الموتى؟ أو هل كان فيه أحد يشفي المرضى؟ طيب، هل كان فيه أحد يطهر الأبرص أو يتحكم في الطبيعة ويعلم الغيب ويغفر الذنوب ويطرد الجن وتخدم الملائكة غير السيد المسيح؟ الجواب طبعا لا، لا يوجد ولن يوجد أبدا أحد يشبه السيد المسيح، لا في ولادته ولا حياته ولا قداسته ولا في أي شيء ثاني. لكن الإسلام يركز في كل أموره على ولادته، لأنه يعتقد أنه ممكن يلقى لها مخرج. لكن باقي معجزاته يكتفي بجملة واحدة هي بإذن الله ويسكت، لأنه صعب جدا عليه يلقى لها مبرر أو يلقى أحد على الأقل يشبه المسيح فيها. فيقول القرآن قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وشبه المسيح بآدم كدليل إثبات أن السيد المسيح ليس إلا إنسان عادي ولد بدون أب، حاله حال آدم. واختزل كل آيات ومعجزات وحياة السيد المسيح في ولادته بدون أب بس، في تمويه للسامع إن المسيحيين ألهوا السيد المسيح لأنه فقط مولود بدون أب وما فيه أي سبب ثاني. عشان كذا جاء التشبيه بينه وبين آدم، تشبيه مش القصد منه رفع منزلة آدم، لكن القصد منه التقليل من منزلة السيد المسيح. لكن هل كان السيد المسيح فعلا مثل آدم؟ الحقيقة إننا نظلم أبونا آدم جدا إذا حطيناه في مقارنة مع السيد المسيح، وهذا مش تصغير لقدر أبونا آدم، لكن ما في أحد في الخليقة يستحق أن يقارن بشخص السيد المسيح، لا في حياته ولا في تعاليمه ولا في معجزاته ولا محبته ولا في أي شيء ثاني. فالمسيح عظيم وفريد في كل شيء، وإذا كان يوجد تشابه بينه وبين آدم فهو تشابه في طبيعة السيد المسيح الناسوتية، وهنا المسيح يتشابه فيها في طبيعته مع كل الناس ومش بس مع آدم. الفرق بينه وبين آدم كبير وشاسع جدا، مش بس في طريقة الخلق، ولكن في الحياة والأهداف والقداسة والطبيعة والقدرات وأشياء كثيرة غيرهم. أما بالنسبة للآية اللي تقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فنلاحظ فيها إن القرآن تعمد للمرة الأولى عدم ذكر السيد المسيح بلقب المسيح ابن مريم، مثل ما تعود يناديه أو يسميه دائماً.
فهنا أخفى وجود أم للمسيح. والسبب بكل بساطة عشان يكون استخدام التشبيه بينه وبين آدم المخلوق هم بدون أب ولا أم تشبيه مقبول نوعا ما، وكأنهم الاثنين مثل بعض. وحتى مع ذا المحاولة الذكية ما زال التشبيه بينهم ناقص وغير منطقي إطلاقا. فمعجزة مجيء السيد المسيح لا تقارن بخلق آدم، فهذه ولادة وهذيك خلق، لا كانت معجزة وما كان القصد منها تكون معجزة أصلا. وإذا كانت معجزة فمعجزة حق مين ومين شافها أساسا؟ ما كان فيه أحد موجود عشان يشهد على ذا المعجزة، ما كان فيه حمل أصلا ولا كان فيه ولادة قبل آدم، فكيف يشبه المسيح؟ الله خلق آدم عشان يبدأ نسل يثمر ويتكاثر ويعمر الأرض وتنتشر الخليقة، ويكون هو زوجته باكورة هذا النسل وبدايته. فما كان قبلهم لا أم ولا أب. وغير كذا الآية تقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهل المسيح كان مخلوق من التراب مباشرة مثل آدم، أو مولود ولادة إعجازية من مريم؟ وأعتقد إن كلمة خلقه من تراب تبين بوضوح إن المقصود هنا الخلق مش الولادة. فكلنا نعرف إن المسيح جاب ولادة إعجازية بكل المقاييس، بشروا فيها رجال الله وانتظرها الشعب بفارق الصبر. معجزة حدثت مرة واحدة فقط منذ بدء الخليقة ولن تتكرر حتى انتهاء العالم، مرة واحدة لا غير، استخدام واحد فقط، حدثت بعد أن عمرت الأرض بكل البشر وانتشرت الخليقة في كل المعمورة. فجاءت ولادة السيد المسيح بدون أب لتكسر قانون الكون في أن تلد العذراء طفل بقوة الله وليس من معرفة رجل. وهذه هي المعجزة الحقيقية بكل المقاييس العقلية والمنطقية، وليس خلق آدم. أما الهدف من مجيء السيد المسيح فكان تنفيذ لخطة الله في أن يهب للناس حياة أبدية في المسيح. فهو حمل الله الذي ترفع به خطايا العالم، جاء ليكون لنا نور وحياة ويكون لنا أفضل، جاء لينقذ ما قد هلك. ولذلك قال من الأهمية تكون ولادته علامة وخط فاصل لازم كلنا نتوقف عنده ونفكر فيه. أما آدم فعمره ما كان شبيه للمسيح، لا في الخلق ولا في القصد ولا في القوة ولا في المجد ولا في القداسة ولا في القدرة ولا حتى في الحياة. فنقاط الاختلاف بينهم كثيرة جدا، نقاط الاختلاف بيننا وبين المسيح كثيرة، بيننا كلنا وبين المسيح كثيرة، وبعيد جدا بعد المشرق عن المغرب. وكلنا محتاجين نعمة ومحبة المسيح، وأولنا آدم. وإن كان آدم أدخل الخطيئة للعالم فإن المسيح رفعها منه. وإذا كنا بعدنا عن الله بسبب خطيئة آدم فالمسيح قربنا ورجعنا إليه. وإذا كان فيه تشابه معنوي بينهم فإن آدم بدأ حياة، أو آدم بدأ الحياة القديمة والمسيح بدأ الحياة الجديدة. وإذا كان آدم وغيره من الأنبياء قد رحلوا فإن المسيح موجود وحي إلى اليوم وإلى الأبد، وعشان كذا قبلناه وقبلنا خلاصه وشكرنا نعمته. وأبشركم باب الخلاص لسه مفتوح والزمن ما تم، فأهلا فيك وسهلا لو حاب تتعرف على السيد المسيح وتقبل منه. عط نفسك فرصة تتعرف عليه وتتعلم منه، ولو عندك أي سؤال أو استفسار فمرحبا فيك وفي أسئلتك. قلوبنا مفتوحة لك محبة وتقدير واحترام.
وأخيرا أشكركم على المتابعة، ولكم مني كل التحية والتقدير، وأشوفكم الأسبوع القادم على خير بأمان الله. ليرأف الله علينا وليباركنا وليضيء بوجهه علينا علشان يعرف فالأرض طريقك وبين جميع الأمم خلاصك. تحمدك الشعوب يا رب، تحمدك الشعوب كلها، تفرح وتبتهج الأمم لأنك تدين الشعوب بالاستقامة وتهدي أمم الأرض. تحمدك الشعوب يا الله، تحمدك الشعوب كلها، أعطت الأرض غلتها الوفيرة. يباركنا الرب إلهنا فتخافه كل قاصي الأرض. مشاهدينا الكرام، وصلنا الآن إلى ختام هذه الحلقة، ونختم بفقرة الاختبارات. وهذا الاختبار اللي وصلنا من الأخ يا من المغرب، يقول هذه الرسالة من المبشر الذي تواصل مع يا، ويقول فيها يا كان طالب جامعي في السنة الرابعة، وكان في جهته في جبهته علامة الصلاة. كان إنسان مسلم وملتزم، راودته شكوك عن الإسلام. تعرفت عليه وكنت أجيب تساؤلاته عن المسيحية. لم يكن حينها مستعد لقبول الرب يسوع المسيح كمخلص شخصي لحياته، ولكنه بعد فترة آمن بالمسيح وأصبح من أتباع الرب يسوع المسيح. اعترف لي حينها وقال أن تعاليم المسيح كانت تلمس قلبه، ولكنه كان يكابر ويستصغر منها ويقاوم روح الله. الآن هو مؤمن بالمسيح ومملوء بالسعادة والفرح، وهو الآن يطلب المعمودية. آمين. الرب يباركك أخ المبشر، ويبارك الأخ يا، ويستخدمك مع يا وألف وجيم وحاء ومع الكل. الرب يبارككم جميعا. بالنسبة للأخ يا، إذا كان يبغى المعمودية ممكن تتواصلوا معنا وتعطينا أرقام تلفونك وهذا وعناوينكم، وإحنا إن شاء الله نتواصل ونشوف أحد يتواصل معكم عشان نرتب هذه الأمور. الرب يباركك ويستخدمكم أكثر وأكثر في خلاص النفوس بالمسيح يسوع. آمين. أحبتي المشاهدين، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم. إلى اللقاء.